دفعت له الدومين وين راه محاملوش دفعت ليه حيتاش باش نجي. لا لا المره محتاجه اكثر من انت محتاج. وما تمشيش تشري فورماسيون ولا تشري شي ديبلوم ولا شي حاجه وتجي للشركه. وكاين اللي حتى كيجي لهنايا وكيديروا ليه الكونديغون وهاد الطريق ديال لا المره ماشي غير تجي لهنايا وكتقول صافي راه وصلت. راه ملي كتجي هنا يلا كتبدا الحرب. راه الالمان راه بحال العسكر باش نكون معاكم واضح والله العظيم ولا بحال اللي كدوز الطاج بخصوص الناس اللي غادي تجي تدوز الاوسبيدو والناس اللي كيمشيو كيشريو الدبلومات كيشريو لي ستاجات راه كتصيدوا راسكم براسكم اخويا كتخسروا فلوسكم كتكبوا الماء في الرمل كما تيقولوا الناس الاولين. السلام عليكم شباب. كنضل نشرح في الفيديوهات اخويا وكيجي شي ميساج اللي كتقول واش انا كندوي مع الحجر ولا كندوي مع بنادم. اخوان عييت ما نشرح لكم الخوت ووضحت لكم جميع داكشي اللي كيخصكم ورغم ذلك كيتم جاي بنادم تيقول لك خويا راه جيت وبغيت نبدل هذا الدومين هذا لان غير درتو غير حيت بغيت نطلع ولا درتو حيتاش مطلوب. شباب شابات الله يرضي عليكم راه الفيديوهات اللي كندير لكم راه هما موضحين وضوح الشمس نهار جميل وما يجيش شي واحد اخويا تاع الاخر عاوتاني وعاد يبدا يبقى يبكي ويشكي ويقول لك لا اخويا وانا ما كنت شوف الله يحسن العوان انا كان كيف تيقولوا لا اي الله فايق شو دابا علاش هذا الميساج هذا وصلني مع الصباح يلا تنفطر غادي لاصال دابا شحال عندنا 7 دابا 7 و15 دقيقه قريت واحد الميساج اخويا اللي خربقني ديال بصح تقول واش انا كندوي مع بنادم ولا كندوي مع الحجر. لكن هي ما نشرح لكم الاخوان ان راه الالمان ما باغاش غير الكوخ ما باغاش غير الفليقه وحتى الا بغيتي هاد لي دومين هادو ولا لي دومينات الاخرين حاول تكون قاد على المسؤوليه اخويا ولا اختي وعارف داكشي اللي كيتسنى فيك داكشي شنو هو اللي خاصك وشنو هو اللي شنو هو اللي ليك وشنو هو اللي عليك. حيتاش كيف ما قلت لكم تواصل معايا واحد الاخ دابا قال خويا انا راه يلاه جيت تصور معايا يلاه جا يلاه بدا فهاد باي شهر ما داش قال لك راه بغيت نبدل. خويا اش باغي تبدل واش انت جاي واش ترى شوف راه كيوصلوني شي ميساجات الله العظيم اللي كيخربقوني بالله غادي لا صال دابا وقريت هاد الميساج هذا قلت والو غادي ندير لكم هاد الفيديو هذا واللي ليها ليها. صاحبي اختي الا كنتي باغي تجي حاول الله يرضي عليك الله يرحم لك الوالدين دير داك الدومين اللي نتايا مرتاح فيه وعارف راسك غادي تجي وغادي تكمل فيه. الا شي واحد غير بان لك دار داك الدومين وصدقات ليه ما تمشيش تتبعو دير بحالو راه عارفين حنايا ما كاينش توجيه في المغرب ما كاينش داكشي ولاني حاول تريح مع راسك عطي راسك الوقت شحال انت كتقرا الالمانيه دابا كاين اللي كيقرا 8 شهور كاين اللي كيقرا عام حتى كيشد البي ايز هذا الا ما سقطش هذا كاين اللي كيسقط وكيعاود عاوتاني المره الاولى الموديل الاول الموديل الثاني كيولي كيلقى راسو في عام ونص كاين اللي اللغه كتمشي ليه حتى لعامين وهادشي هذا غادي ناكدوا الاخوان يخليوه في الكومونتير ماشي غير تجي اخويا واحد جوج صافي وتم غادي مع راساتك وتقول انت حنا داون عليها بنادم خدام هنايا بنادم فايق مع الصباح اخويا خدام خدام هذاك الشيء حجز هو باغي يدير داك الشيء ماشي انت تصور معايا كتجي دافع شي دومين مثلا دومين اكس. المهم حيت بزاف ديال الاخوان صراحه بزاف ديال لي دومين اللي كيتواصلوا معايا فيهم خويا راه دفعت له الدومين وين راه محاملوش دفعت ليه حيتاش باش نجي لا لا المره محتاجه اكثر من انت محتاجه وراه ما كاينش غير جوج ثلاثه اربعه خمسه ديال لي دومين راه كاين اكثر من 400 دومين اللي ديجا مبارطاجي معاكم في الانستغرام ومبارطاجي معاكم حتى في يوتيوب. قلب على راسك ضروري غادي تلقى راسك انت في هذاك الدومين اللي بغيت تعطي فيه اولا اللي ديجا عندك فيه شي فورماسيون وما تمشيش تشري فورماسيون ولا تشري شي ديبلوم ولا شي حاجه وتجي للشركه حيت كاين جوج ديال الانواع كاين صراحه اللي كيقول لك اخويا ما حملتش الدومين وكاين اللي حتى كيجي لهنايا وكيديروا لي الكونديغون عاد كيبدا يبكي ويشكي وكيقول لك خويا قلب معايا خويا فين غادي نمشي خويا داروا لي الكونديغون واش يلا بديتي بجوج سيمانات الشركه صافي طرداتك من الشغل. علاش طرداتك المشكل راه فيك كتجي كتلقى مثلا انت كاذب عليهم في السيفي نقولوا اوكي السيفي ماشي مشكل ولكن كاذب عليهم في ديبلوم شاري ديبلوم اخويا ولا اختي كتقول لهم انا راه عندي هاد الدبلوم هذا وكنعرف ندير هادي وهادي ملي كيجيو كيلقاوك والو سمون بكمون عميون لا يفقهون ولا ما عرفتش. المهم حاولوا الاخوان ديروا هذاك الشيء اللي باغي تمشيو فيه نتوما هاد الطريق ديال الالمان راه ماشي غير تجي لهنايا وكتقول صافي راه وصلت. راه ملي كتجي هنا يلا كتبدا الحرب راه الالمان راه بحال العسكر باش نكون معاكم واضح والله العظيم ولا بحال اللي كدوز الطاج بخصوص الناس اللي غادي تجي تدوز الاوسبيدون راه كدير الاوسبيدون ديالك بحال اللي كدوز اخويا حسب راسك راك في العسكر هذيك 3 سنين ديالك راه ما غاديش تدوز ساهله ودوك الاخوان اللي تيقول لك خويا راه 3 سنين وباغي يجمع فلوس وباغي يدير الدار راه هذا الوقت هذه ديال الاوسبيدون راه كتفورمي راسك راه ماشي غادي جاي باش تجمع فيها الفلوس ولا جاي باش تبقى تخرج ليا من هنا وتدخل ليا من هنايا والسهرات وداك الشيء راه كتخربق على راسك. وحنا تندوي معاكم والناس راه خدامه على راسها علاش خدامين هادو حيت تيديروا هذاك الشيء اللي باغي. ملي كتفيق واحد القضيه في الالمان هنا ملي كتفيق الصباح وكتم غادي الخدمه تيقول لك في الشباس ماشي بحال لك غادي الحرب تكازي
تصور معايا شحال قدك اخويا النهار الاول غادي تمشي الثاني غادي تمشي وانت ما حاملش هذاك الدومين هادشي راه كياخذ لك مسار ديال حياتك اللهم من الاول اخويا ولا اختي ريح مع راسك وقول شنو هو الدومين اللي باغي ندير انايا فين كنلقى راحتي شنو فين باغي نكمل ماشي غير واحد جوج باغي نمشي لالمان وصافي راه جيت لهنايا وغادي تلقى داكشي اللي كنت داير في بالك غتلقى حاجه اخرى والله يحسن العوان انا كما قلت لكم كنقدر اي واحد بنادم باغي غير يخرج حتى انا كنت واحد منكم باغي غير يخرج وانما ريحت مع راسي هذا ماشي باغي نخرج اوكي باغي نخرج وانك تريح مع راسك تقول اخويا شنو هما لي بوين فور ديالي وشنو هما لي بوين فيبل ديالي راه حيت هذيك اخويا واحد جوج ثلاثه بان لك شي فاتخاك عند شي واحد باع لك ولا شي حاجه ولا قال لك شي واحد دير الدومين هذا ومشيتي تلاحيتي فيه راه كتكب الماء في الرمله والناس اللي كيمشيو كيشريو الدبلومات كيشريو لي ستاجات راه كتصيدوا راسكم براسكم اخويا كتخسروا فلوسكم كتكبوا الماء في الرمله كما تيقولوا الناس الاولين عاودني منكم راه كنحاول نبسط لكم ونشرح لكم داكشي ديال الدارجه ديال ولاد الشعب اللي غادي يفهمني كلشي فهمتي ماشي زعما كنحاول دوك الكلمات اللي كيتستعملوا اخويا انا ولد حي الشعب دوك الكلمات اللي كنعرفهم كنحاول نبسطهم معاكم كنتلاقاو كيف ما هما وكنخليهم يخرجوا ما كاين لا تصنع لا حتى شي حاجه في الفيديو باش كلشي يفهم ورغم ذلك كتبوستي وكيجي عندك واحد خويا راه انا جيت هنايا بغيت نبدل الدبلوم بغيت نبدل الدومين وانت يلا جيت اخويا ما عندك حتى شروط الاقامه ما طبعوش لك اخويا وبغيت تبدلهاش بغيت معاش تمشي تقول له انت لا لغه عندك مزيانه ياك ما كتسحب داك البي ان ديالكم الاخوان راه غادي يجي هنا غادي يوكل لكم خبز الناس اللي فايتين سابقينكم خليو لنا الله يرضي عليكم لي كومونتير ديالكم باش يشوفوكم هاد الناس ويستافدوا منكم باش نبقاو في المقوله ديالنا ديال الخير العمر قصير الناس اللي جاوا هنايا على داك البي ان ديالك راه يلا يلا كتولي تقول السلام لاباس بخير الالمان داكشي اللي كيدوي معاك الاستاذ في المدرسه راه كيدوي معاك غير بشويه راه كيدوي بالزربه وفي المدرسه كذلك ومثال راه ماشي غادي يبقى الاستاذ يتسناك راه ماشي كتقرا انت جيتي مغربي غتقرا القسم كامل مع المغارب راه كتلقى القسم مخلط اخويا والاغلبيه كتلقى لي زالمون الاستاذ راه خاصو عنده السوايع ديالو خاصو يكمل الدرس ديالو ويمشي يخرج يشوف حاجه اخرى ما غاديش يبقى تابعك انت يشرح لك بواحد اثنان ثلاثه خاصك تمشي دير لي فور ديالك اخويا يعني خاصك تجي معاه علاش ماشي لا دخلتي الحصه الاولى الحصه الثانيه بان لك هذاك الشيء غادي مزروب صافي لاشيتي قلتي لا خويا انا ما باغي نبدل الدومين واخا تبدل الدومين عاد شي اي مدرسه عاد طاح في نفس المشكل عاوتاني وغادي يدوز العام الناس كتبدل الناس كتقرا وانت مازال كتبدل وعام هنا ملي كيدوز عليك عام في الغربه راه ماشي هو عام في المغرب راه بزاف ديال الاخوان يقول لك خويا انا راه عندي واحد العام في خاوي في المغرب راه نقولوا اوكي ولاني عندك عام خاوة اخويا في الانمار راه صعيبه وقبيحه بزاف هادشي عاودني منكم راه كنحاول الاخوان نعطيكم هذاك الشيء بالقلب دابا كما قلت لكم السبعه سبعه وربع وخارج باش نمشي لاصال وقلت والو هذا الفيديو والله تنديرو اليوم باش على واسع عاوتاني شي واحد يفهمني ويفهم الميساج ديالي اللي باغي نوصل لكم باغي تقرا تطلع للالمان مرحبا بك الالمان كما قلت لك راه باغاك كثار ما انت باغيها راه محتاجين هما اليد العامله في 400 الشغل اللي كاينه فيها الخصاص ماشي غير اخويا سمعتي واحد دار واحد دومين اكس وتمشي انت تديرو ولادك قضيه ديال اخويا انا راه سمعت اخويا قال لي الدومين ما تيقبلوش فيه شكون هو اللي سمعتي تيقول لك واحد خاين تيقرا معايا ولاد خاين مازال تيقرا معاك باقي الباسبور ما عندوش وكتسمع ليه نتايا دير اخويا داكشي اللي باغي نتايا انت اصلا مغرب وتغرب على شي حاجه زوين ماشي مغرب اخويا هنا باش تجي تبقى تشوف ليا في الجدران ديالي وتشوف ليا بنادم كيسهر وداكشي لا راك مغرب اخويا باش تبني المستقبل ديالك وسير شوف هذيك 3 سنين الاولى شوف ديك 3 سنين الاولى دير راسك بحال راك في العسكر منين تنجح اخويا وتخدم عاد هذاك السي دور ديك الساعه دور بجنابك نتايا وشنو شنو هو داكشي اللي كنتي خاصك وداكشي اللي باغي تحقق عاد بدا تبني في حياتك اما هذاك الاول راك تبني غير في راسك اخويا ما تبقاش تقارن راسك وحيدوا ديك المقارنات ديال هو واحد خاينه مشى ودار وفعل وترك لا ما تقارنش راسك اخويا حيت كل واحد ولا الظروف ديالو لان دوك المقارنات اخويا راه ما عندهم فاش غادي ينفعوك وانا كنحاول نبسط لكم اخوان اللي باغا تجي لالمان بخلاصه دير اخويا هذاك الشيء اللي مرتاح فيه ما تبقاش تسمع لي لا راه قالوا لي الدومين ما مطلوبش باش كل اللي قال لك اخويا الدومين ما مطلوبش كيقول لك خويا واحد الدري كيقرا معايا هذاك اللي كيقرا معاك حتى هو مسكين خاصو اللي يوجهو حاول اخويا دير داك الشيء اللي باغي نتايا وتشوف داك الشيء اللي كترتاح فيه نتايا لان الطريقه دي ديال لالمان راه طويله وكيف ما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو راه ماشي غير جيتي هنايا صافي راه ساليتي ملي كتجي هنا يلا كتحل الباب بحال يلا خديتي الباك ديالك يلا خاصك تبدا تقلب على راسك وتفورمي راسك مزيان وتعرف مع من تعاشر وتعرف مع من تريح وتعرف شكون تسول وتعرف فين تمشي وفين تجي تعرف القانون شويه ديال البلاد راه ماشي واحد جوج خويا بجيت باغي نبدل خويا عافاك قلب لي على الفاتخاك خويا عافاك
سميشو راه الابيت كيبا دار ليا كونديغون. علاش دار لك الابيت كيبا كونديغون؟ كتجي كتلقى راسك المشكل فين؟ فيك انت اخوان. شوف باش نبسطو، دير راسك ديما، دير راسك انت عندك شركه وبنادم جاي يخدم عندك، حط راسك انت في هذاك بنادم اللي جاي يخدم عندك كيفاش بغيتي تشوفه، فهمتيني؟ هذاك الشيء اللي بغيتي تشوفه في بنادم راه خاص الباترون يشوفه فيك. الا شفتي انت هذاك الشيء بنادم مزيان ومشيتي خدمتي الخدمه اللي خاصك ديرها، كون على اكيد راه ما غادي يدير لك اخويا لا كونديغونغ لا حتى شي تخربيقه. وهذا الشيء هذا كامل تنقولوا باش نبقاو في المقوله ديالنا، ديال الخير على عمر قصير، وفكروا مزيان في هذه الهضره. الله يسر لكم كاملين، السلام عليكم. ودابا نمشيو نترينيو اخويا وانا منفس، قلت خاصني نخرج هاد لي ميساجات ونحيدهم عليا باش اللي عليا انا راه درتو. السلام عليكم.